مرحبا بحضراتكم مرة تانية في صفحة جديدة وصفحتنا الجديدة النهاردة ربما بتفتح ملف اغتيال الضباط الذين لديهم معلومات عن الجماعات الإسلامية كده بالتحديد قولا واحدا. يعني المدقق والمتابع في سيرة الضباط اللي بيتم استهدافهم بحرفية تامة واصطيادهم في أماكن يصعب السيطرة فيها أو تأمين الضابط وفرارهم بشكل ما تعودناهوش، يعني الطبيعي ان لو حصلت حاجه زي كده الناس بتتلم بتقف، لكن اللي مش طبيعي ان تيجي دراجه بخاريه مسرعه تضرب النار وتمشي في 3 دقائق والطريق يبقى سالك. علامات استفهام كتيره. ال 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 السجل قدامنا من خالد محمد مبروك اللي كان مسؤول ملف جماعه الاخوان في جهاز الامن الوطني، شاهد الاثبات في قضيه وادي النطرون. عندنا محمد السعيد اللي كان مدير مكتب وزير الداخليه واللي ايضا كان مسؤول بشكل رئيسي، كان في جهاز مباحث امن الدوله ايضا، وكان ايضا يعلم الكثير عن اسرار جماعه الاخوان. عندنا النهارده المقدم محمد عيد عبد السلام، ضابط الامن الوطني في محافظه الشرقيه، مسؤول ملف الجماعه الاسلاميه تحديدا في المحافظه. عندنا نماذج بتقول ان في قائمه معده بحرفيه ومنهجيه وفي استهداف ومفيش تامين على الضباط، ده واحد. مفيش تغيير لاماكن عملهم زي ما كان بيحصل في ثمانينات القرن الماضي زي ما كان بيقولوا فؤاد علام من شويه وهو معنا على الهواء. مفيش اجراءات احترازيه، دايما احنا كمصريين بنقوم بسياسه رد الفعل ونلقي البيض كله في سله واحده. عندنا حل واحد بيتعمل، هو مفيش اي تغيير في الخطه من اجل تامين هؤلاء الضباط. واضح ان المسلسل مستمر، مش هكذب عليكم، ما تم ضبطه سواء النهارده في خليه حسم الجناح عسكري جديد لجماعه الاخوان تم القبض عليه في مديريه امن السويس، او ما تم ضبطه قبل كده من كوادر جماعه الاخوان المحلوله بحكم قضائي والمدرجه على قوائم الارهاب، بيؤكد ان في قوائم لاغتيال عدد من ضباط الشرطه، الصحفيين، الاعلاميين، مسؤولين في اجهزه حساسه. واضح ان في منهج معين. ماذا يحمل هذا المنهج؟ ازاي نوقفه؟ هل في خطط بديله ولا احنا لسه بنفكر بشكل تقليدي؟ هل نقدر نقول ان احنا هنقف وقفه بجد ولا هنقول احنا هنقف وقفه بجد وبعد كده بكره نشهد استشهاد ضابط تاني؟ وهنستنى لغايه لما كل الضباط اللي عندهم معلومات حقيقيه عن جماعه الاخوان يتم اغتيالهم وما لا يتبقى لنا من معرفه هؤلاء اي شيء؟ رحبوا معي بضيوفنا، معنا اللواء اسامه الطويل مساعد وزير الداخليه الاسبق، اهلا بحضرتك يا استاذ اللواء. اهلا بك يا فندم. معنا ايضا الباشمهندس ياسر اورا عضو الهيئه العليا لحزب الحركه الوطنيه، اهلا بك يا باشمهندس. اهلا وسهلا. ابدا بيك يا فندم، ربما ملف امني ويرتبط بيك ارتباط كلي. اتفضل يا باشا. انا هسالك على تقييمك للاجراءات بشكل امني وبشكل اكاديمي، هل هناك وزاره الداخليه الان بتحمي الضباط؟ في خطه بديله؟ في الثمانينات كان في تغيير لعناوين الضباط، وفي بعض الاحيان كان تغيير لاسمائهم في البطايق، وفي بعض الاحيان بيظهروا في اماكن اخرى من اجل تامين سلامتهم. هل ده مدرج الان في وزاره الداخليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بدايه اتقدم بخالص عزائي لاسره الشهيد محمد عيد واسره الامن الوطني واسره وزاره الداخليه. ويعني برضك الاجابه على سؤال حضرتك في هذا المقام، ما فيش حاجة بتحدث في جهاز الداخلية حادثة إلا لما بتم مدارستها بالكامل وبنشوف إزاي عدم تكرار مثل هذا الموضوع. بس إحنا مش شايفين ده فهم. لكن هو إحنا مش شايفين ده. لا معلش أرد عليك، بس أرد عليك، مش يعني مش لازم كل إجراء حاسس أنت ملموس. أنت أساسا إحنا مستهدفين استهداف كامل، كمصر أساسا ككل مستهدفة من مخابرات دولية كثيرة، أمريكا والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران وكل ده، كل ده مستهدفين مصر استهداف ممنهج. تمام. فالنهارده هو لما بيخش على اغتيال ضباط الأمن الوطني والأفراد وعاوز يعمل ظهر في الجهاز عشان يعني يثنيه عن مهامه الموكل له، لكن الجهاز هيقوم بإقطاع الشرطة بالمساندة الشعبية، بيزداد إصرار على مواصلة العمل، لأن احنا ده مش معقول جماعة هتواجه دولة كويس. لكن هو لابد إن كل عمل كبير له تضحياته، وتضحيات بتقدم من جانب الشرطة
وأنا بس طالب المؤازرة الشعبية القوية لجهاز الشرطة والقوات المسلحة لمواجهة هذا الإرهاب المنظم. أكتر من كده المواجهة. أكتر من كده إيه طيب؟ يعني النهارده يعني النهارده يعني النهارده نيجي نقول هل النهارده بكلام حضرتك كده يعني المطلوب ان احنا نستسلم؟ لا طبعا. امال ايه يعني؟ المطلوب نتخذ اجراءات. هو في اجراءات بتتخذ بالفعل كويس، لان في ساعات الاغتيالات دي بتبقى تنقسم قسمين. في واحد مستهدف لشخصه زي ما انت ذكرت الاسماء دي بشخصها، وفي ناس بتستهدف كضابط في قطاع الشرطه. تمام. يعني الافراد اللي بتستهدف دي كلها بتستهدف عشان يخوف الافراد او القائمين بالعمل. لكن في الاخر في الاول ان احنا لازم هنواجه وهتزداد الاصرار على المواجهه. في اجراءات اكثر حيطه نقدر نقولها؟ الاجراءات هي بتتخذ بالفعل كويس، لكن بتبقى في حاجات مفيش امن 100%. مفيش امن في العالم كله 100%. لكن لابد طبعا او اي واحد بيخاف على نفسه ان بيبدا يعمل اجراءات احترازيه، بتتم اجراءات احترازيه من قبل الشرطه، الضابط نفسه بيامن نفسه في مراحه ومجيئه بطرق متنوعه متعدده. لكن ساعات بتحدث حادثات يعني، لكن بدك لان الامن ما فيش امن 100%. تقييمك ايه يا باشمهندس ياسر؟ بدايه طبعا يعني عايزين مش عايزين نقول ان احنا بقينا معتادين على التعازي كل يوم لضباط الشرطه اللي هم يعني هم والجيش الحقيقه شايلين عبء ثقيل على اكتافهم من بعد 30/6 في مواجهه تنظيم ارهابي دولي. عايزين نقول ان الضربات اللي بيقوم بيها جماعات الاخوان المسلمين دي ضربات الهدف منها لها شقين. الشق الاول هو اظهار قوه غير موجوده خالص على الارض. ان انا لما اخش اضرب في القوه النهارده القوه الامنيه اللي عندي، انا بضرب في الشرطه في جهاز الشرطه نفسه، اخش افجر مديريه امن، اخش اقتل ضباط، يبقى معنى كده ان انا بدي صوره ترهيبيه وتخويفيه للشعب ان انا عندي من القوه ومن الاسلحه. بالظبط، بدي رساله ان انا لا ده انا قوي جدا، ده انا عندي تنظيم، ده انا عندي سلاح، ده انا عندي الافراد، ده عندي الانتحاريين، يعني عندي كل حاجه. فاذا كان كده فانا ببعت رساله تخويف للشعب، بقول لهم خدوا بالكم ان انا مانيش اقليه ومانيش صغير ومانيش ضعيف وانا حجم كبير. بالظبط. وفي نفس الوقت احنا عارفين الحجم الفعلي فعلا ده عمل جبان يعني ده حد احنا عارفين الحجم قد ايه فعلا، لانه جماعه الاخوان المسلمين النهارده طلعت نزلت هي تنظيم سري طول عمره بيشتغل بقاله 83 سنه تنظيم سري. ايا ما كان حجم هذا التنظيم السري لا يستطيع الوقوف امام جيش وشرطه وشعب متحدين النهارده مع بعضهم. فايا ما كان الاحداث اللي هتتعمل، واحنا شفنا يمكن نفس السيناريو ده شفناه قبل كده في التسعينات. طبعا. هو بنفس الترتيب لو حضرتك تفتكر نفسه، هو التفجيرات والاغتيالات وضرب السياحه كله ده كل يعني الملف ده سيناريو شريط سينما بنتفرج عليه هو في الاخر الانتصار سيكون للشعب. لكن احنا بنقول ان احنا عايزين نقلل من عدد الضحايا. لما يجي النهارده واحد زي الشهيد محمد مبروك او النهارده محمد عيد او الناس دي برضو يعني دول ابرياء، دي الناس دي بتادي وظيفه، بتادي مهمه، هو دورهم في الدوله بالزبط. النهارده هم مكافحه الارهاب، انت النهارده بتقتل واحد دوره انه بيكافح مجرم ويعلم من يكافحه. هنا لابد ان في اشخاص محدده اللي هي ماسكه ملفات معينه وخطيره ومعاها معلومات، لابد ان تكون عليها حمايه عاليه شويه، تامين عالي، لان الناس دي معاها معلومات وقضايا ممكن تتضرب. في قضايا من المسجونين النهارده والمحبوسين ممكن القضايا دي تتضرب بسبب ان في شخصيه رئيسيه او شاهد رئيسي في القضيه. شاهد ازاي بورسعيد اللي كان ضابط مرور اللي اتقتل في السويس. كان السويس ولا اسماعيليه؟ بورسعيد. بورسعيد. لا لا اتقتل في السويس او في اسماعيليه. اتقتل في السويس لكن هو كان في قضيه بورسعيد. شاهد ازاي طيب. فتره حكم الاخوان يا سياده اللي هو يعني بيقال ان الجماعه او تنظيم او الكوادر او الافراد اخترقوا صفوف وزاره الداخليه، قدروا ان هم يعرفوا يعني لائحه متكامله باسماء وعناوين الضباط واماكن اقامتهم وحتى اسرار يعني حتى عائلاتهم عامله ازاي والافراد عاملين ازاي، يعني درسوا الخصم استعدادا لمعركه قد تحدث. لا هو حضرتك بتتك بتسال في سؤال بالنسبه لموضوع الرصد الضباط وكلام من ده. اولا دي عمل خسيس بيتم، لان طبعا انت ما تعرفش مين برصدك، كان انا معروف وما اعرفش مين برصده. يعني هو دلوقتي بيتم عمل بخساسه انه يعني ما بيواجهكش وجه لوجه، هو بيضربك في خسه. طب فدايما انت مش عارف مين اللي ده، ان انت قدر ضابط الشرطه ان هو بيعمل في وسط الجمهور، ده قدره، امال هجيب معلومات منين؟
هجيبها بص الجمهور، مش هجيبها من بالتليفون، مش هجيبها وبتجيله في الكمبيوتر، لا. فهو قادر ان هو يتعامل مع الحدث والتواجد في وسط الناس. انا معروف غير اللي ممكن اي واحد يرصدني، ان معروف انا يعني دايما اي ضابط شرطه في الاماكن دي معروف زي الشمس في كل تحرك اسرته. كل الناس دي ده اسر يعني، يعني ولا الاخوان قعدوا سنه في الحكم وشافوا كل اللي شافوا كل الداتات الموجوده والملفات، يعني ما هماش ناس جايين من بره، بالاضافه اللي في ناس لها قرايب ولها اقارب وكلام من ده. لكن عاوز اقول ان الداخليه كويس بتقدم تضحيات كثيره وستظل تقدم تضحيات، لان المواجهه شرسه، وبين الداخليه والجيش والعناصر الارهابيه مواجهه شرسه. طب انا معلومات يا فندم ان وزاره الداخليه مثلا عامله حراسه لاحد الاعلاميين اللي كان يعني بيمتلك عدد من التسريبات الخاصه، وعلي حراسه من ضباط من الحراسات الخاصه، وزاره الداخليه يعني ال 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 الحمايه دي مش عارفه توفرها لابنائها؟ لا، إدارة الداخلية بتوفر الحماية لأبنائها بالقدر المناسب كما تراه. يعني أنت النهاردة يعني المستوصف النهارده أنا إحنا منزعجين إن بيحدث ده برضك، مش منزعجين، لكن إحنا مقدرين إن ده في تضحيات لابد من تقديمها. في تضحيات لابد من تقديمها. طب استنى يعني، لكن هذا النهارده الشرقية يعني الشرقية فيها خلية، سيتم ضبطها قريبا جدا، هي مستهدفة أفراد الشرطة. يعني يعني في فريق بحث شغال في الشرقية، عشان كان في حوالي 5 أفراد من أفراد الشرطة استهدفوا في الشرقية، جه ضابط نمرة 6 صح؟ إذا في خلية بتعبث في الشرقية في هذا الموضوع، خصوصا انها تستغل المناطق الجغرافيه المتاخمه الساحل الصحراوي المتاخم لها في عمق الاسماعيليه وعمق عمق صحراوي كبير، في عناصر تكفيريه في هذه الاماكن كويس، ولا بد من مهاجمتها وضربها. تمام. فانا عاوز اقول لك يعني ايه، يعني احنا يعني احنا في وقت تقديم تضحيات وهنضحي اكثر، وكل ما المركب تستقر، كل ما تيجي مركب الدوله تستقر هتزداد العنف اكثر، لان دي معركه مواجهة شرسة ما بين الدولة وتلك الجماعة، تلك الجماعة التي تؤيدها المخابرات الدولية في أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيران وتركيا، كل دول قاعدين مستهدفين مصر بطريقة ملموسة لكل الناس. تمام. ليه ملموسة؟ ليه؟ لأنهم عاوزين ينفذوا مخططهم بتقسيم البلاد. طيب باشمهندس ياسر، وأنت تمثل حزب الحركة الوطنية اللي ربما احد رموزه الفريق احمد شفيق، بسال حضرتك لو تم نزول الفريق السيسي المشير السيسي لحلبة السباق الانتخاب وفاز، هل تعتقد ان مسلسل اغتيالات ضباط الشرطه ده هيزداد ولا هينحسر؟ خلينا نشوف المشهد رايح فين، وهم الاخوان هدفهم ايه من المشهد كله. احنا عندنا النهارده داخلين على استحقاق انتخابي وهو الانتخابات الرئاسيه. ماشي، فاز السيسي. لا، ما هنقول الاول هو الاستحقاق الرئاسي النهارده، عايزين نقول ان ده بالنسبه لاهتمامات الاخوان المسلمين لا يمثل اكتر من 1%. ليه؟ لانه يعلم يقينا انه ما عندوش فرصه كتيار اسلامي في مقعد الرئاسه. كويس. الرهان النهارده والتخطيط على الانتخابات البرلمانيه. المرحله ما بعد انتخاب الرئيس، وليكن المشير السيسي بقى رئيس مصر، المرحلة اللي هي من تاريخ توليه إلى انتخابات البرلمان ستكون مرحلة صعبة. صعبة لأن هو هنا هيبقى أعلى وتيرة للإرهاب، لأنه ده آخر كارت خلاص. أنت بمجرد هو الرهان النهاردة، أمريكا النهاردة، بص على المشهد بقى كله، لو هنحل المشهد كله على بعضه. أمريكا النهاردة مستنية انتخابات البرلمان، وكل وحلفائها تركيا وقطر وإسرائيل وكل الناس دي. الإخوان المسلمين رهانهم على انتخابات البرلمان، لأنه الرئيس بدون برلمان في المرحلة القادمة بالذات، رئيس مع برلمان دخل فيه التيار الإسلامي المتطرف وخد فيه أكثرية أو أغلبية تساوي شلل تام للرئيس والحكومة، إذن هي فشل للرئيس. يبقى احنا المرحله اللي جايه هم دول هم قاريين المشهد ده تماما. فلذلك المرحله اللي جايه هتبقى مرحله من اصعب ما يمكن على الرئيس، الشهرين او الثلاث شهور اللي هيبقوا ما قبل انتخابات البرلمانيه، ودي اللي هيحصل فيها اعلى وتيره من العنف ومن الارهاب ومن التفجيرات. وعشان كده هتبقى هنا دي المرحله اللي محتاجه فعلا ان يكون هناك تكاتف شديد جدا من الشعب ومن الجيش ومن الشرطه، الثلاثه مع بعض.
في ان يبقى في كماين ويبقى في امن الدوله وامن الوطن يشتغل بمنتهى القوه. يعني انت محتاج حمايه للشخصيات لانه هيبقى في مستهدفين سياسيين وبرلمانيين ومستهدفين رؤساء احزاب يعني من كل الطوائف، لانه هيبدا يعمل حاله الارهاب القصوى. صحيح. اللي هو يرهب الناس فعلا انها ما تنزلش سالين انتخاب. لانه النزول الى سالين انتخاب في البرلمان يختلف تماما عن النزول لانتخاب الرئيس. الرئيس مجمع، انت حضرتك بتاخد النهارده تجميع من جميع من 13000 دايره. ده حقيقي. لكن النهارده لكن انتخابات البرلمان هي دوائر منفصله. ده. لو انا ارهبت الناس في الدايره دي والدايره دي والدايره دي وبدات اخد انا انزل مرشحين هنا والناس ما نزلتش تنتخب لانها خافت ونزل مرشحين كذبوا هنا انا خدت الاغلبيه. صحيح. على اي حال خلينا نشوف ماذا لو فاز الفريق او المشير السيسي برئاسه الجمهوريه، هل ستزداد وتيره العنف تجاه وتيرة مسلسل اغتيال ضباط الشرطة المتتالي ده بشكل أكبر؟ إيه حقيقة اللي اتقال عن حسم الخلية اللي اتمسكت النهاردة في مدينة السويس، خلية اسمها خلية حسم، جناح عسكري جديد لجماعة الإخوان، اتمسك معاهم قنابل مولوتوف، قنابل يدوية، مواد تصنع منها عدد من المتفجرات، منشورات، خلية كاملة، وكان هدفها الرئيسي كما أعلنت إن هي تستهدف ضباط الجيش وضباط الشرطة بالميري كده بالمفتشر على العلني. نشوف فاصل إعلاني ونرجع مرة تانية لحضراتكم. مرحبا بحضراتكم مرة تانية ولسه فاتحين الملف، ملف اغتيال ضباط الشرطة، خلية النهاردة اتقبض عليها، هدفها الرئيسي استهداف ضباط الجيش والشرطة. اتقبض عليهم معاهم ايه؟ معاهم مولوتوف، معاهم قنابل يدوية، معاهم قنابل يمكن تصنيع بيها متفجرات، الخلية اتمسكت في السويس، اتمسك معاهم أسلحة بيضاء أيضا. واضح ان الموضوع ان ده جناح عسكري صغير لجماعة الإخوان، اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان اللي يقول لك الإخوان ما بيعملوش عنف. الكلام أهو قدامنا. برحب مره ثانيه بضيوفنا الباشمهندس ياسر قورة عضو الهيئه العليا لحزب الحركه الوطنيه، اهلا بك يا باشمهندس ياسر. ومعنا ايضا اللواء اسامه الطويل مساعد وزير الداخليه الاسبق، اهلا بك يا سياده اللواء. اهلا بك يا حبيبي. خليه حسم، خليه اخوانيه تستهدف ضباط الجيش والشرطه، تاتي القبض عليها في الوقت دي في السويس، طلعنا شويه جينا يمين كده هنلاقي الشرقيه اللي بيتم في اغتيال ضابط اسمه محمد عيد عبد السلام، احد الضباط الخاصين بجمع المعلومات، مش دي اسمها اجهزه معلومات؟ ايوه. عن ملف الجماعه الاسلاميه في الشرقيه. واضح ان في استهداف بشكل قاطع. انا وضعت المعاليج دلوقتي ان في ضابط مستهدف لشخصه. كويس؟ وفي ناس مستهدفه بعض القطاع كقطاع، يعني الافراد لما الاغتيالات اللي بتتم الافراد ده مش منوط بيه المسؤوليه الكامله، لكن هو عاوز يعمل ذعر لايه؟ لباقي زملائه. لكن الضابط المستهدف ده برضك عشان يعني عشان يخاف بقيه الزملاء كده. لكن احنا عندنا ضباطنا مدربه كتدريب جيد، وان هم تمشي يعني كل مجموعه عندها تسلسل في المعلومات، بحيث ان برضك ما فيش واحد ان هو لا قدر الله يعني ربنا يخطيل ان الجهاز يقع، لا، في ناس في تسلسل معلومات بحيث تستمر المواجهه قائمه، لان المواجهه القادمه شرسه. ايه تعليقك على خليه حسم الاخوانيه اللي ظبطت النهارده؟ وفي اكثر منها في يعني كل يوم في المواجهه بتبان خلايا جديده ويتم ضبطها وتقديمها العداله. ده بيبين على ايه؟ مدى الجهد المبذول من قبل اجهزه وزاره الداخليه في ضد هذه الجماعه. النهارده بكتشف خليه في السويس، خليه في الاسماعيليه، بلاقي تكفيرين في 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 في, في, في الاسماعيليه وفي الشرقيه. طب ما ده كل ده بيتم ضبطه، وخليه في بني سويف، كل ده خلايا دي بتتم طبعا بيتم ضبطها من خلال المعلومات والمسانده الشعبيه. من المعلومات يعني هي المسانده الشعبيه، مش ان انا المقصود بالمسانده الشعبيه، المقصود انا منها ان انا عاوز الناس تدلي بدلوها باي معلومه لديها، شخص غريب متواجد في مكان يدي معلوماته عن اي شخص غريب موجود في مكان، بحيث ان احنا بنفحصه ويتم فحصه بالاخر يتم تقديمه للعداله. يعني هي برضك النجاحات المتتاليه لاجهزه الشرطه دي جايه من نتيجه ادلاء المواطنين بالمعلومات عن هؤلاء الاشخاص. يعني الخلايا اللي اتمسكت في القلوبيه بمعلومات. يعني دي كلها دليل على ان في تلاحم ما بين الشرطه وما بين الشعب والجيش،
ولان هم دول مستاجرين الشرطه والقوات المسلحه مستهدفه ويزداد الاستهداف في الفتره القادمه، كلما ترسو السفينه سيزداد الاستهداف، لان الاستهداف من الداخل ومن الخارج. فما يحدث بالرغم من الخسائر وقطعات المقدمه من جانب الشرطه، الا ان برضك تعد من اقل معدلات الخسائر الموجوده في هذه المواجهه. ده تقدير فيعني ده تقدير اكاديمي ولا تقدير شخصي؟ لا تقدير، ما هو انا يعني انا اجري من الشارع يعني، اشتغلت في ومن الشرطه برضه؟ لا يعني انا اشتغلت في الحقل الميداني 37 سنه. فبقول لك دي نتيجه جهد عمل. جهد عمل، كل ما يتم ضبطه ده، كل قضيه بيتم ضبطها بجهد وعمل وعرق و100 ماموريه على ما تنجح ماموريه في المعلومه. فيعني عاوز اقول ان احنا لابد من مسانده القطاع الشرطي بالكامل، لانه يكفي ما يقدمه من تضحيات، والحمايه تيجي من ان احنا برضك بنزيد من الاجراءات الاستباقيه اللي هتتم بضبط هؤلاء الخلايا الكامنه الموجوده ديت من خلال المعلومات التي يدلي بها الاشخاص ويدلي بها الجمهور حبا في استقرار البلاد. استاذ ياسر طالب. استاذ مصطفى، شوف احنا عندنا مشكله طبعا لازم نقولها، جهاز الشرطه طبعا بيعمل باقصى قدره ممكنه واقصى طاقه ممكنه، ولكن في جهاز هو عصب الشرطه وهو جهاز امن الدوله. هذا الجهاز تعرض لتصفيه ل 500 ضابط تقريبا في من سنتين. لما اجي اصفي ال 500 من عصب جهاز اصفيه، وهم دولت اللي معاهم الملفات، وهم دولت اللي كانوا فاهمين القصه كلها ماشيه ازاي من اولها لاخرها، والخيوط المربطه ازاي كلها مع بعضيها، فلابد ان يحصل عندي انه كان ممكن ان النهارده جهاز الشرطه يكون اقوى مما هو النهارده موجود، بس نتيجه الضعف اللي حصل في جهاز امن الدوله فهو بيسترد عافيته. بس عشان النهارده اقول ان في كوادر بتبنى او بتطعم في مجموعه موجوده، لكن هي تمثل مثلا 20% من اللي كان موجود النهارده، لانه قانون الشرطه ما فيهوش فكره الاستدعاء. حضرتك عشان يتفصل، يمكن الجيش فيه فكره الاستدعاء لكن الشرطه ما فيهاش، لانه اللي بيخرج من الخدمه لا يعود الا بحكم قضائي، وبالتالي في مجموعه كبيره من اللي خرجت يعني ما رفعتش قضايا، فالمجموعه اللي رجعت لا تمثل اكثر من 20%. فهذا الخلل طبعا من النقط اللي هي عامله تاثير كبير في مواجهه التنظيم ده، لانه اللي معاهم الخيوط في منهم كتير خرج. ولكن في نقط تانية كمان لازم نخش فيها، احنا عندنا في اختراق، لازم نقول ان في اختراق، بس اختراق حجمه قد ايه؟ هل نقدر نقول النهارده ان الداخليه مثلا مخترقه 90%؟ لا، موجودين. لكن والدليل على كده انه من الخلايا النايمه، احنا شفنا خلايا نايمه اتفتحت على مصر كلها بعد حكم الاخوان، ولقينا خلايا نايمه جوه القضاء وجوه الشرطه وجوه كل حته. تمام، من ضمن الخلايا اللي كانت موجوده مثلا، اين هم الضباط الملتحين؟ في حاجات لازم تطمن بيها الشارع، انك تقول ادي الضباط الملتحين اللي خرجوا عن الخدمه، يتقال بالظبط اتعمل فيهم ايه. عايز تقول ان الداخليه مخترقه؟ لا، ما انا ما بقولش ان الجهاز كله مخترق، لكن بنقول ان في اختراق زيه زي اي جهاز وزيه زي اي مؤسسه، وجد واكتشفنا ان جواها في اخوان. بس احنا محتاجين عمليه تطهير. اخواني سريعة. منظم ولا اخواني الهوى؟ اخواني محب ولا اخواني متعاطف ولا اخواني مرتشي ولا هتلاقي من كل اللي انت من كل اللي إيه حضرتك بتتكلم عليه، من كل دولت موجود مختص. بس النسبه قد ايه؟ راجع لك هو انا بدك اضيف كلام حضرتك يا فندم، يعني برضك انت يعني بالرغم ان الهجمه الشرسه اللي تعرض لها جهاز امن الدوله عقب الأحداث 25 يناير والإخوان، احنا حاليا دلوقتي في استهداف خارجي منظم. مشكلة احنا ما عندناش يعني يا ريت انت بتلعب على الداخل بس، ده انت بتلعب على الخارج. مال مين اللي بيمول الناس ديت؟ الموضوع مش موضوع اشخاص بتعمل، ده موضوع افكار ومنظمات مخابرية وتمويل، تمويلات. انت بتحاول، انت يا ريت يعني المواجهة الداخلية إلى حد كبير ممكن تسيطر عليها في أسرع وقت ممكن، لكن التمويل الخارجي اللي بيتم سواء بمعلومات مخابراتية، حاجات جسية، حاجات الإعلام الخارجي، يعني أنت قاعد بتواجه مواجهة ممنهجة منظمة، فأنت قاعد تواجه حاجة كثيرة جدا. ولذلك برضك الأجهزة المعلوماتية في الشرطة وفي القوات المسلحة بتبذل مجهود غير عادي جدا 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 في المواجهة. دي مواجهة شرسة جدا، دي ناس كلها مدربة وعارف بيعمل ايه وايه اثار الحادثة دي هتعمل ايه. كلام مننا سؤالنا في اختراق ولا ما فيش اختراق باعتقادك؟ ما تقدر يعني. شوف النهارده ما تقدرش تقول ان الاختراق المأموريات وكلام من ده موضوع صعب.
لكن ممكن في ناس لها ميول معينه، لكن تقدر تقول ان انا ماموريه سريه قامت اخترقت؟ دي صعب، ان طبعا لا، في ناس بتبلغ، في ناس بتبلغ. ما يعني ما اعتقدش ان بالاسلوب اللي انت بتصوره، في لفظ شرطي كده يقول لك الماموريه دي متباعه. مش بتقالها يعني بيقال هذا، بيقال هذا، بس انت النهارده يعني هناك في فرق. النهارده احنا بنتكلم على الهوا، النهارده تقول قضيه متباعه، دي موضوع خطير، في موضوع خطير بنتكلم فيه يا باشا. لا، الماموريات الهامه دي ما يعرفوش القائمين عليها خالص غير واجب التنفيذ. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ مش بالصوره انت بتصورها ديت. انا مش بقول ان في خونه، انا بقول ان في البعض ممكن يشي. يعني عندنا مثلا واقع يا فندم، احنا بنتكلم كلام حقيقي، ضابط المرور اللي ادلى اللي هو محمد السعيد، ايه جزاءه يا باشا؟ طيب ايه جزاؤه؟ ماشي، ما انا معك. انا بس لو سمحت يعني النهارده انا ما بيحدث اختراق او زي ما انت تقول كده. ما الاجراء اللي بيتم معاه؟ اجراء قضائي صرف. يعني ما فيش استهانه في التعامل. انت راضي عن التحقيق الداخلي اللي جوه وزاره الداخليه؟ التحقيق في ايه؟ في يعني الضباط وانتماءاتهم ومعرفتهم ب يا فندم. جهاز الشرطه ده من الاجهزه المنضبطه جدا، كويس، وجهاز زي اي جهاز في الدوله متعرض بعد 25 يناير في ناس لها مطالب، وفي ناس كلها لها كلام، وفي احنا بنشوف ظواهر ما شفناهاش قبل كده. يعني لما اشوف مثلا الافراد يقفلوا مديريه امن، ده كلام ده ما شفناهش قبل كده. تمام، كويس. لكن مع بالرغم من ان في عندي خلل داخلي، ده يعتبر خلل لما نقدر، لا الافراد عملت اضراب وقفلت المديريه ما اخش لا انا في خلال خدمتي ما شفتش كده. نعم، طب انا بالرغم ان انا حضرت الثوره كلها، حضرت الثوره وحدث كلها من ده، لكن بالرغم من اننا يعني ان احنا بنتحمل هذا داخليا، لكن برضك بيقوم الشرطه بتقوم بعملها في المواجهه ولا كتنا في مواجهتها. احنا بقى انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه على المستوى الشخصي، يعني انا بكن كل احترام وتقدير لكل ضباط الشرطه، لازم نحترمهم، واحنا اللي بنقوله ده عشان بس تبقى عارف بس حضرتك، ده عشان احنا غيرانين ان ما يحصلش عليهم حاجه، وده واضح دول ابنائنا. واضح يا ريس، دول ابنائنا، دول ابنائنا كلهم. يعني احنا لو ما حافظناش عليهم في حد تاني يعني هيجي، ادينا بنشوف في لحظه بيطير ضابط اتصرف عليه قد كده وعنده معلومات. طبعا طبعا كدا. اولا ده ده, ده 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 حاجه لا تقدر بمال، يعني ده حد، ده عنصر أولاً بشري. أولاً طبعا عنصر بشري متكلف متكلف بزرق. يعني هو الضابط الضباط ظباط الامن الوطني الضباط اللي بيتصرف عليهم تدريب عملي. طيب. وتدريب في كيفيه التحليل والتفسير والاستغلال، يعني ظابط متكلف في لحظه متقاطعه، لحظه متقاطعه. لكن عاوز اقول احنا في امام مواجهه غادره يا استاذ مصطفى. امام مواجهه غادره، مواجهه قويه مغادره، وقصه اخرى القصه الخاصه بان الجهاز مخترق. انا لا اعمم، انا بقول ان في حالات ولا فيش حالات، عشان احنا لو ما تداركناش الخطا يا ريس انا عاوز اقول حاجه. لازم تعرف وكل ده صرف على الهوا، ان الجهاز الداخليه من الاجهزه اللي بتحاسب نفسها اول باول. اوعى تفتكر ان في موضوع بيفوت كده برور الكرام، يعني مفيش شويه بيروقراطيه شويه. لا يا شوف، اي موضوع في الداخليه بيتم فحصه فحص كامل وايجابي. يعني لان دي حاجات كلها لابد الناس تدرس. النهارده انا استفيد النهارده من الوقائع اللي بتحصل عندي، لازم استفيد بيها عشان ما تكررش. كويس، تمام. كل بقى ان بتحدث واقعه وكلام من ده، دي برضك انا عاوز اقول احنا انا عاوز اقول هنا نقطه لحضرتك والناس شنيده، ان احنا في مواجهه شرسه. المواجهه الشرسه بتمثلها في ايه؟ بتمثلها في ناس عندها مدربه تدريب عالي. النهارده اللي بيضرب طلقه بيضرب طلقه في الصميم، ما بيضربش طلقه في الهواء، ده مدرب. نعم، ده معاه سلاح قوي. نعم، يعني مش مثلا مش واحد جاي بيدرب، مدرب منظم، مدرب منظم وعارف بيعمل ايه ويطلع ازاي وكلام من ده. فلا بد ان احنا بدك نعرف حجم المواجهه اللي بيواجهها ازاي ديت. احنا لابد ان احنا نقف في ظهر الناس ديت ونقول كتر خيركم وشدوا حيلكم، واحنا عاوزين مزيد من المعلومات، عاوزين مزيد من العادات السباقيه، عاوزين مزيد من الضبط، ها، عشان تستقر الامور. وان الفتره القادمه فتره صعبه. بمناسبة اللي حضرتك بتقوله ان العناصر دي عناصر مدربة، انا بذكر برضو واقعة اغتيال رئيس مباحث سجن بورسعيد ايام احداث بورسعيد. تقرير الطب الشرعي كما قرأت يعني انه اغتيل برصاصة 20 ملي، احنا بنعرف رصاصة 8 ملي و5 ملي، 20 ملي دي كده. وتقرير الطب الشرعي قال ان هي من بندقية قناص من على بعد 1000 متر، يعني حوالي كيلو.
يعني معنى ذلك ان احنا بنتعامل ايوه مع عناصر تجيد اختيار الاهداف. وفندم النهارده لما الناس المضبوطه ما ناس مضبوطه من حماس، ناس مضبوطه من 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 جهات من الدول الاجنبيه، ناس مضبوطه بالقاعده، الناس فتره الحكم بتاعت فتره الاخوان ديت يعني كانت جميع القاعده موجوده في سيناء تحت ستار السياسيه. النهارده احنا بنواجه الكلام ده كله، بتواجه قوه شرسه. يعني الفرد منهم ده مدرب تدريب كامل ومتكلف متكلف، كون ان ما يقدرش على الناس دي برضه غير ربنا والقوات المسلحه بمعارض الشرطه. نعم الست اللي هو بس انا هعترض بقى في حته صغيره ان هو الهدف من النقاش ليس الهجوم على الشرطه نهائي خالص، لان احنا كلنا في ظهر الشرطه والجيش قولا واحدا و100%. ولكن احنا بنقول ان هو يعني لا نستطيع، هي الفكره ان احنا لا نستطيع ان احنا نجزم ان نقول ان في مؤسسه في مصر خاليه من الخلايا النايمه الاخوانيه موجوده، بدليل ان حضرتك ما شفت الاوضاع اللي حصل في تزوير الانتخابات ولا يعني اذا اقصد ايه انه هناك وجود الخلل لكن حجمه انا بس ست اللي هو هي الفكره ايه انه وجود العناصر لا يدين الشرطه، ولكن احنا بنقول احنا مطلوب سرعه الانجاز في التطهير الداخلي عشان الجهاز لما يبقى انا عندي ضبطيه او عندي مهوريه نازل اعملها ما يكونش عندي فيه فرد واحد من ضمن الالف واحد اللي نازلين النهارده في الكمين اللي نازل يقبض على فلان، يبقى وصل المجهود اللي اتعمل ده كله من مجهود امن دوله ومجهود شرطي ومجهود امن مركزي وكل الكلام ده. فاحنا بنقول التفتيش، وحضرتك عارف ان جهاز التفتيش المفروض ان هو جهاز قوي جوه الشرطه، فجهاز التفتيش هنا محتاج ان هو يبقى يعني يعمل ثلاث اضعاف الطاقه اللي كان بيشتغلها، لانه لازم يعني هي ملف ملف، لان طالما احنا عندنا في اشخاص ظهرت على الساحه في كل المؤسسات، احنا شفنا ناس لا يمكن كنا نتخيل انهم اخوان، وحدش كان في مصر يعتقد ان الناس دي ممكن تكون اخوان، واكتشفنا في اعلى مراتب القضاء اخوان، وكانوا قاعدين وماسكين اوراق انتخابات، يعني ماسكين النهارده يعني ده مستقبل بلد. فاحنا ما كناش نعرف هل كان حد يعرفهم، لكن اقصد ايه هي الفكره كلها. ومش معنى ان لو حتى مخترقه يبقى كل الضباط كده، لا ما حدش يقدر يقول كده، كل الضباط كده لا ما حدش يقدر يقول كده، بس لو عندي 2% ولا 1% ولا 2% ولا الاختراق ده يبقى ضباط ولا ممكن يبقى افراد، ممكن يبقى اي حاجه طيب، يعني انا مش قصدي ضباط طبعا، انا بتكلم في جهاز الشرطه الاكمله. يا ريس انا عاوز اقول لحضرتك دلوقتي برضك، انا عاوز اقول ان جهاز الداخليه من الوزارات اللي هي بتعرف تطهر نفسها بنفسها. وبرضك عاوز اطمن الجمهور ان في مأموريات اللي هي مأموريات الحساسه ما يعرفهاش غير لا يتعدى المعرفه واحد او اثنين منها، القائم بالمعلومات والمنفذ. مش المفروض لا تتقال في لحظه واحده، ما حدش يعرفها، ما حدش يعرفها الا ساعه ساعه الصفر. كويس. ليه؟ طبعا امال النجاحات اللي تمت دي تمت ازاي؟ مش في النهارده ناس ضبطت وفي خلايا ضبطت، ضبطت الكلام ازاي؟ كله كان جاي كده بيهزر ولا جاي بضبط ومعلومات عشان احنا قدام 3 دقايق. الحل من وجهه نظرك 1 2 3، الحل في الداخليه هي سرعه التطهير من خلال جهاز التفتيش، لابد ان يبقى في تركيز عليه، ما يبقاش التركيز بس على المهمات الخارجيه او المأمورات الخارجيه، ان احنا القبض لان عشان ما يحصلش تفتيت للجهد اللي موجود. تمام. زياده العتاد ومحاوله الاستعانه بالضباط اللي خرجوا بره الخدمه اللي هم معاهم الملفات، لا عيب خالص ان هو يتم الاستعانه بهؤلاء عظيم. ان هؤلاء كفاءات وكان معاهم ملفات وحافظين التنظيم وخيوطه وخطوطه وكيفيه التعامل مع الدول الاجنبيه، لانه يعني شغله بقاله سنين. جهاز مخابرات وامن الدوله في مصر دول جهازين ماسكين، ده ماسك خارجي وده ماسك داخلي، ففاهمين كل معاهم خطوط البلد كلها والمؤامرات اللي بتحاك على البلد. تمام. روشيتا من حضرتك. صدقتني ان احنا يعني قلبنا على الشغل. لا شوف هدب انا برضك قلبنا... لا يعني احنا مش بنهاجم. لا انا برضك اخواني لا نستعد. لا يا فندم لا احنا مستعدين لكل شيء، لكن هي النقطه انا عاوز اطمن يعني الناس برضك ان احنا في مواجهه شرسه ما بين الاجهزه التامنيه والمعلوماتيه سواء في الشرطه جشه مع تلك الجماعه. تلك الجماعه بتدعم بمخابرات دوليه كويس كثيره، هدفها الاول تقسيم مصر وتفتيت القوة بتاعه الجيش المصري والشرطه المصريه، فاحنا امام عدو شرس. كويس. احنا برضك نعمل ايه بقى عشان ايوه 1 2 3، احنا فد موت احنا بلادي بنحاول بقدر المستطاع. النهارده البطل الاول في هذا الموضوع هو الشعب. الشعب النهارده بيساند الجيش والشرطه،
متحمل كثير من الأعباء عليه في سبيل أن إحنا أن في خارق الطريق هتنفذ، والشعب هيتحمل مصاعب كثيرة برضك مع الشرطة والجيش في الفترة القادمة، لأنه هيزدادوا شراستهم كلما كانت المركب سترسو. لكن أنا بأطلب مزيدا من المعلومات، من الإدلاء بالمعلومات من الشعب للأجهزة المعلوماتية، مزيدا من العمليات الاستباقية تقوم بها الأجهزة المعلوماتية، مزيدا من التواجد الشرطي الفعال المتواجد في الميادين، والتعامل بالقانون بلا خوف وبلا ارتعاشة، عشان يحس ان الموضوع كله فيه سيطرة، ان المواطن برضك عاوز يحس ان برضك ان الامل قائم، وان الامل باذن الله قائم، وستنتصر مصر في النهاية على تلك الحفنة. يعني وانا بضيف عليهم زيادة التأمين على ضباط الملفات الحساسة في اجهزة جمع المعلومات بشكل عام، سواء جهاز الأمن القومي، جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات الحربية، حتى جهاز المباحث الجنائية لو كان ليه علاقة بشكل ما أو بآخر بأعضاء كافة التنظيمات الإسلامية. احنا شايفين مسؤول ملف الجماعة الإسلامية اتقتل، مسؤول ملف تنظيم الإخوان اتقتل. بضيف عليهم أن يكون هناك تأمين من قبل الحراسات الخاصة على حسب المأمورية. بضيف عليه على كده أيضا أن يكون هناك تغيير لعناوين وضباط الشرطة، وحتى أسمائهم إن تطلب هذا الأمر، وإرسالهم في أماكن بعيدة لو عارفين إن حد مستهدف. بضيف عليهم أيضا الاستعانة بضباط خرجوا، زي ما عرفنا الباشمهندس ياسر كان لسه بيقول يعني 20% بس من الضباط اللي خرجوا بعد ثورة يناير رجعوا. لو في ناس تفهم كويس في هذا الملف بأسلوب شرطي يستطيع التعامل في هذا الوقت، المانع إن هم يرجعوا في هذا التوقيت؟ أعتقد في حلول كتيرة جدا مطروحة على صانع القرار في جهاز الشرطة. هل هيتعامل معاها بشكل كلاسيكي ولا شكل روتيني ولا شكل حقيقي؟ هل هيكتفي بخطة واحدة فقط ويراهن عليها، يحط البيت كله في سلة واحدة، ولا هيبقى عنده خطط بديلة؟ هل هنشوف مسلسل اغتيال الضباط ده بشكل ممنهج ومستمر؟ هل كل مرة هنقبض على خلية تابعة لجماعة الإخوان هنلاقي معاها قائمة بأسماء وعناوين وأرقام تليفونات ومراقبات وتحركات لضباط في أجهزة جمع المعلومات؟ أسئلة كتيرة جدا موجهة في المقام الأول إلى صانع القرار في وزارة الداخلية. شكرا المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، شكرا جزيلا لحضرتك. جزيل الشكر والاحترام والتقدير للواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق. احنا ما جناش عليك. أنا معلش النهاردة أنا يعني منفعل جدا عشان خاطر بس احنا غيرانين عننا ابننا محمد عيد ده برضك، ده يعني واحد لما تبقى ظابط بيستشهد، ده أكن يعني ابني اللي استشهد ده، ما تعرفش قد ايه مدى الجرح العميق اللي في الواحد. يعني الواحد بيتكلم يعني هو بينزف دما، ان طبعا ده له أسرة وله بيت وله كلام من ده، وهو بيأدي عمله، ودي طبيعة عمله أيضا كانت طبيعة العمل. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. أي مواطن حضرتك بجرح والله، والشعب كله في حزينة، حزينة يعني حزينة عوضك على ابن أبار. أنا للأسف شديد عايز اسمع حضراتكم والله، والقعدة معاكم ممتعة، بس للأسف شديد. ربنا يكرمك. أنا بشكرك يا فندم. شكرا. بشكرك. صباح الخير.